السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هشرح طريقة حل مسائل التسلسل المقررة على سنة تانية. كل المسائل إن شاء الله المقررة في الكتاب على سنة تانية هتلاقوها موجودة في الفيديو الخاص بمسائل التسلسل، وهقسمها علشان تكون سهلة إن شاء الله للوصول ليكم، وتبدأوا تبحثوا عن الحاجات اللي محتاجينها منها. هنبدأ ونتوكل على الله. شكرا لحضراتكم وطلاب سنة تانية ابتدائي. نشوف أول مسألة هنشتغل فيها إزاي. أول حاجة الفكرة اللي أنا بعتمدها هنا، هفهم للطفل يعني إيه أكمل بنفس التسلسل. هقول له إحنا لما بنروح نعمل دفتر توفير بيطلع لنا حاجة اسمها فايدة ثابتة شهريا، يعني كل شهر مثلا بيزيد 10 جنيه مثلا على أنا حطاه. هي دي فكرة أكمل بنفس التسلسل. وهقول له في حالة إن أنا هاخد فلوس مش هاجي ناحية المبلغ الأصلي، بس هاخد الفايدة دي كل شهر في حالة الطرح أو الرجوع للأقل أو في حالة النقصان. تعالوا نشوف المسألة دي ونشوف هنحلها إزاي. أول حاجة بفهم الطفل، بقول له ما دام المسألة عندي من 3 خانات يبقى لازم أبص بين العددين على الفروق، أشوف الآحاد ثابت أو لأ، والعشرات ثابت أو لأ، والمئات ثابت أو لأ. وما دام العملية جمع يبقى أنا هبص على أو زيادة، هبص على خانة المئات الأول. الأربعة ثابتة في كل حاجة، يبقى هنا هبص على العشرات. العشرات عندي 80، 80 ثابتة. هبص على التغيير بيحصل عندي في الآحاد، واحد هتبقى 2، يبقى أنا بزيد واحد في كل مرة عن المرة اللي قبلها. يبقى هنا 481 هنزيد عليها واحد، 482. بعد كده هنزيد واحد على 2 هتبقى 3 و4 و5 و6 إلى ما بعد ذلك. وبعد كده هنثبت، هننزل العشرات زي ما هو عشان ما حصلش فيه تغيير، وهبني على الأحاد. يبقى الزيادات اللي هتحصل في الأحاد، طب أنا أقدر الأحاد وصل عندي لحد 9، طيب أنا كده هشتغل على إيه؟ هشتغل على اللي بعد 9 وأزود بنفس التسلسل. 485 هنا، 486، 487، 488، 489. بعد 9 10، وبعد 9 بعد 9 10، والعشرة أولها صفر، هنا هنزيد واحد. هنقول هنا 489 عشان يبقى واضح للولاد. طيب هنا هنزيد واحد هتبقى 490. طب لو الطفل ما بيعرفش يفرق، هقول له ان 9 بعدها 10 هاخد منها الواحد ووديه فوق جارتها اللي هي 8 دي، هيبقى 9. يبقى 1 8 9، والتسعة هتكبر هتبقى 10. ودي فكرة حل المسألة أكمل بنفس التسلسل. 175، 176، 177. أنا زي ما قلت هبص للخانات عشان أفهم الطفل ويبقى سهل عليه. أول حاجة أشوف الخانة المختلفة عندي. الخانة المختلفة عندي هي خانة الآحاد، وفي كل مرة بتزيد واحد، يبقى أنا معدل الزيادة عندي هزود، أو المقدار بتاع الزيادة هزود واحد من بداية من آخر خانة، يبقى 177 زائد واحد هتبقى 178. هفهم للطفل وأقول له السبعة بيجي بعدها ايه على طول، هيقول لي 8. هقول له هننزل 8 ونثبت كده، وهنوصل لحد ما تبقى 9، و9 بيجي بعديها 10. تمام كده، ف178، 179، بعدين 180. ومسائل الجمع والطرح موجودة تقدروا ترجعوا لها. هنا 306، 307، 308. هنبص للزيادة فين؟ هنلاقي الزيادة في أول رقم بس، يبقى أنا هشتغل على خانة الآحاد. يبقى 309 وبعد 9 10، فالعشرة دي لازم تبقى من خانتين، يبقى هتبقى 310. يبقى التغيير اتحول في خانة واحدة بس، علشان هكمل تاني أزود واحد هترجع لي 311. تمام كده. طيب 670، 669، 668. أنا كده برجع بظهري لورا، يبقى أنا بنقص واحد في كل مرة. وهنا هبص هشوف الفرق، هنا عندي في الأحاد بس، فأنا هنقص واحد في الأحاد. يبقى 669 هنقص منها واحد يبقى 68، والتمانية هنقص منها واحد يبقى 7، هتبقى 667. وهكذا لآخر مسألة بنقص واحد في كل مرة.
999 998 997 بلاقي نفسي بنقص واحد في كل مرة، التسعة قبلها تمانية قبلها سبعة، سبعة هنشيل منها واحد هتبقى ستة، والباقي هينزل عشان ما عنديش تغيير لا في العشرات ولا في المئات وهكذا. وده كان الجزء الأول، وهرجع لكم إن شاء الله في الجزء الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.